وبداية من أخبارنا المحلية، والمحترفين ينضمون لمعسكر المنتخب، وصلاح والنني وشيفو يصلون اليوم. يواصل المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريباته اليومية في 5 مساء اليوم على الملعب الرئيسي باستاد برج العرب قبل السفر إلى برازافيل الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة الكونغو الأحد المقبل بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وانضم الخماسي محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي، ومحمود تريزيجي لاعب موسكون البلجيكي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزية، وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي، وعمر جابر لاعب بازل السويسري لمعسكر المنتخب بالإسكندرية. على أن تكتمل صفوف الفريق مساء اليوم بانضمام محمد صلاح نجم روما، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، وأحمد حسن كوكا مهاجم براغا البرتغالي، ومحمد عبد الشافي مدافع أهلي جدة السعودي.